قبل أعوام وأعوام نعود إلى فجر الإسلام حتى نسمع سبب نزول آية ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، لأنه من غير المعقول تنزل آية على أمر إلا إذا كان أمر مهم جدا وكبير. وبيوم من الأيام دخل رجل المسجد الرسول صلى الله عليه وآله. كان الرسول جالس مع أصحابه. اشتكى هذا الرجل للرسول من شدة الجوع، الجوع صعب، البعض عنده لقمة غداء ولكن ما عنده لقمة عشاء، والبعض يطعم أولاده ويبقى هو جائع. الرسول صلى الله عليه وآله كريم وما ممكن يترك أحد جائع. هذه أخلاق الرسول صلى الله عليه وآله اللي واجب نتحلى بها. أرسل النبي رجل إلى بيته حتى يجلب الطعام. رجع هذا الشخص وأخبر الرسول أنه ما موجود طعام في بيتك، يترك الجائع برأيكم؟ لا. قال لأصحابه من اللي يطعم هذا الرجل؟ قام أمير المؤمنين عليه السلام قال له أنا يا رسول الله، هو ضيف هذه الليلة. هذا أبو الحسن كما تعلمون. أخذ البيت وأخبر الزهراء عليه السلام فقالت يا أبو الحسن عندنا طعام يكفي لشخص واحد، أنت قرر المنو تعطي. لاحظ الأدب وطريقة المعاملة بين الزوج والزوجة. قدم الطعام للضيف، أكل شبع وزاد القليل من الطعام. دعا الرجل لأهل البيت عليهم السلام بدوام البركة عليهم وخرج. فنزلت الآية الكريمة ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. بعض الأحيان يكون الرزق الكمية قليلة لكن في بركة كبيرة، سواء مال طعام أي شيء. وبعض الأحيان الأموال كثيرة طعام كثير لكن مسلوب من البركة. والبركة تأتي من الرزق الحلال، من الإخلاص في العمل وحسن النية. أما بالنسبة للعطاء، لما الإنسان يعطي عن طيب نفس وحسن نية وإيثار، رب العالمين يشكر عطاءه وهو رب العطاء، فيعوض بالأفضل والأكثر. يعني تقدم شيء زائد عن حاجتك يختلف عن الشيء اللي تقدمه أنت ومحتاج إليه، وهو هذا اللي يسمى إيثار. تعطي وأنت محتاج.